السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. رابعة بالا خاتون، يناير عام 1324. هي الزوجة الثانية للسلطان العثماني عثمان الأول، وهي ابنة الشيخ إدبالي، وهي والدة الأمير علاء الدين باشا ابن عثمان غازي. يتم الخلط كثيرا بينهما وبين والدة أورخان باي. مال خاتون، عاشت رابعة بالا خاتون التي لم يعرف وقت ميلادها بالضبط في القرن الثالث عشر، وهي الزوجة الثانية لعثمان غازي ابنة الشيخ إدبالي وأم علاء الدين باشا. قام عثمان غازي بزواجه الأول عام 1280 مع مال هاتون ابنة والدة أورخان غازي وعمر عبد العزيز بك أحد وزراء السلاجقة. تسمى ابنة الشيخ إدبالي بأسماء مختلفة في المصادر، فأحيانا يشار إليها باسم رابعة أو بالا، رابعة بالا خاتون. ويلاحظ أن بعض المؤرخين جعل لعثمان زوجة واحدة فقط بأسماء مختلفة، فأوروج بن عادل قال أن زوجة عثمان تدعى رابعة وجعلها ابنة الشيخ إدبالي، بينما قال عاشق باشا زاده أنها تدعى مال خاتون، وهو الرأي السائد غالبا، كما جعلها آخرون ابنة أحد الأمراء ويدعى عمر عبد العزيز بك. ويعتبر بعض المؤرخين أن وجود اسمين مختلفين لامرأتين مفادهما أن عثمان كان متزوجا باثنين على الأقل. حصل عثمان غازي على السلطة في عام 1289 بزواج ثاني ابنة الشيخ إدبالي رابعة بلا خاتون. قبر ربيعة بلا خاتون مع والدتها في مكان ما بالقرب من قبر والدها الشيخ إدبالي في بلجيك. توفيت رابعة بلا خاتون عام 132. الأحفاد: يلدين بايزيد، المدعي العام يعقوب جلبي، نفيس هاتون، السلطان هاتون، خليل بيك، إبراهيم بيك تورنلار، إي مراد، سليمان باشا، شهزاد خليل، فاطمة هاتون، أوزج تورير. الذي يصور شخصية رابعة بلا خاتون هو أيضا اسم يجذب الانتباه. تزوجت رابعة بلا خاتون عثمان في عام 1289 ميلادية، وحسب السجلات الرسمية المتعلقة بالعثمانيين فإنها حصلت على قرية كمهر لها في منطقة بيلاجيك، حيث كان مقر التكية الخاصة بوالدها، وكان والدها الشيخ إدبالي زعيما دينيا مؤثرا في الأراضي العثمانية، كما كان أرطغرل غازي كان قد عهد إليه بتعلم وتربية ابنه السلطان عثمان الأول، فكان المعلم والمرشد له طوال حياته. توفيت قبل وفاة زوجها عثمان غازي في عام 1324 ودفنت مع والدها في بيلاجيك.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.